هذا البرنامج برعاية أهلا وسهلا بكم في مصرف الثقة الدولي الإسلامي، هو أحد المصارف العراقية المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي المضمون من شركة ضمان الودائع والذي يعمل بكافة الصياغة الإسلامية، ويقدم مصرف الثقة الدولي الإسلامي خدمات متنوعة ومنها فتح الحسابات بأنواعها، جاري، ادخار، ماستر كارد، وديعة إسلامية، توطين رواتب، إصدار واستلام الحوالات الداخلية والخارجية، إصدار خطابات الضمان، تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب مبادرة البنك المركزي العراقي. مع مصرف الثقة الدولي الإسلامي، اسم يتردد وثقة تتجدد. ها عيني وصلت؟ هي حياتي وصلت. قلبي بلا زحم عليك، ممكن اطلب منك طلب؟ اطلب عمرين ترندك. هو هذا الطلب عن اللي طلبته طبعا هو مو الي صراحة. ايه بس اريد منك خدمة يعني تساعدني بيها اذا ما كنت زحم. دشوف هاي المرة القاعدة على يسارك. ايه هاي خطية تبيع مي من الصبح لي هسه ولحد الان ما مسترزقة وما عدها. تقدر تعطيها هاي الوجبة وتتبرع بيها انت تدفع حسابها؟ عند الان عمر خدمتك يعني مثل امك صدقت لك يعني ماكو مشكله تدفع لا حياتي الدلال خدمتك الله عليك لا جديات يعني خاف عبالك لا حياتي ذاك هي مثل امك صدقت لك زين حتى ما ارد اثقل عليك يعني اني شغله يومين ثلاثه بس استلم راتب هذا رقمك احفظه يمي واجيب لك فلوس مال وجبه لا يا حياتي شنو سالفتك انك على فلوس هي مثل مو انا حبيت اساعدها يا عمي يعني انت دائما هيك تساعد لو يعني لو صدفه هاي انت دائما تساعد الناس هيك لو صدفه هاي لا دائما يا عمي انا اشكرك وبارك الله بك هذا بميزان حسناتك يعني هذا فعل خير صراحه يعني انت ابارك لك على هالتربيه والاخلاق هاي دلل عمر خير انت انا ممنون منك حبيبي الاسم بالخير حياتي الغالي شو اسمك؟ حسين عمري اشكرك انا حسين اسم على اسم اشكرك حبيبي الله. تحياتي الله يعافيك عمرك قلبي حسوني بس اوقف يومك شوية انزل من الدراجة انزل؟ اي بلا زحمة عليك انا طبعا كلش اشكرك من هذا الموقف لا خدمتك عمري يعني دلت. يعني صراحة خجلتني انه بدون اي تردد رأسا تبرعت بالوجبة ايش قد سعر الوجبة هي؟ ما عجبتك مو يعني يعني ما تأثر على يوميتك؟ لا يا حياتي شنو السالفة قلت لك يا مثل امور احب نساعدك بارك الله فيك بلا زحمة عليك حسين بس تقدم لي شوي لقدام وين هاي الطيور؟ لا. قدم يم الطيور روح على المثلث هذا اللي بالنص الواقف عليه الطيور انا اخذ من وقتك حبيبي اسف ادري بيك هسه وراك اوردرات لا حياتي الدلال قدمتك وين هاي الطيور هسه اكو حجاره اكو حجاره جاره جواها اكو ظرف لا حجاره هاي؟ ايه هذا ظرف هذا مبلغ مثل ما انت صرت فاعل خير وانطيت الهجره الفقيره احنا هم نحب نساعدك ونقول لك شكرا لاخلاقك وكرمك لا يا عمر دلل صرت كذا يا طماتك يعني لا لا وهي مثل ما اعتبرها هي باوع هي ايش قد لها قيمه تقول ما تسوى بس هي اكيد تفرق عندك لانه انت يوميتك قابل ايش قد تصير يعني قابل 50 100
يعني اكيد 20-25 وانت تبرعت بهذا الوجبه انه تدفعها على حسابك الخاص، فهذا وان يدل على اخلاقك وطيبتك. صحيح. حسين اقدر انشر هذا المقطع؟ شلون؟ اقدر انشر هذا المقطع بالتلفزيون؟ هذا عمرك دلت شنو؟ والله فخور بك انا ابو علاوي. حياتي. انا جدا اشكرك جدا اشكرك. لا تدلع حياتي. زين على الاقل اخذ من عندها بطل مي بلاش. لا لا ما يبدا والله. والله العظيم. عافيه عليك. كم على باب الله. اي والله خطيه. كنا على باب الله. انت انت راقي وذهب. اشكرك. تحياتي لك. تحياتي لك. مع السلامه. مع السلامه قلبي. حياتي الله. هذا البرنامج برعاية